بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحفل الكريم. أبارك إلى جمعية الوفاق الإسلامية بهذه الندوة المباركة. السلام على شهداءنا الأبرار، السلام على معتقلينا الأحرار، السلام على المصابين والجرحى والحرائر خلف السجون. ما هي إلا أيام قليلة لنقترب من الذكرى الثالثة لثورتنا المجيدة، ولا زلنا باقون ومستمرون في حراكنا السلمي، متمسكون في مطالبنا الشرعية، مستعينين بقوة الله وبوعده وبقوله أن ينصركم الله فلا غالب لكم، صدق الله العلي العظيم. فمن ثم وحدة شعبنا الذي أخذ عهداً على نفسه بأن لا يتراجع أو يتنازل عن حقه، والدماء التي سالت على هذه الأرض، الأرض الطيبة، رغم الجراح والآلام والبطش والتنكيل والسجن والتعذيب وقطع الأرزاق والتهجير السياسي والحرمان من أبسط الحقوق، سيظل صامداً كالجبل. وهذا ما أثبتته السنوات المرة، فيا لله من صبرك يا شعب البحرين على هذا الصمود والتحدي. لك الله، والنصر المؤزر شاهد. نعم، هذا إنجازك يا شعب أوال، قهرت الطغاة بصمودك في المعتقلات، بوجودك في الساحات، أرادوا أن يذلوك ويبعدوك، إلا أن جوابك لهم: كلما سجنتمونا ازددنا صموداً وشموخاً، ولن نركع إلا لله من أجل العزة والكرامة، ترخص الأرواح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.